هذا القمع الذي لا يتوقف في مصر مع الإنسان داخل السجون وداخل المعتقلات. هناك تقرير سنوي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان وأوصى بالإسراع في تبني مخرجات الحوار الوطني. يمكن أول جلسة كانت في جلسات الحوار الوطني تحدثت عن الحبس الاحتياطي وأعقبها كلام كثير جدا داخل الحوار الوطني نفسه، أن احنا يا جماعة لن نخرج خارج هذه الدائرة وهي دائرة ملف حقوق الإنسان. هنبدأ نتكلم عن التعذيب داخل السجون، هنبدأ نتكلم عن الحبس الاحتياطي، هنبدأ نشوف الأطر التي تجعل هذه المخرجات يتم تنفيذها على أرض الواقع. المجلس تحدث عن ضرورة إصدار القانون المحدث للإجراءات الجنائية واستكمال خطة تطوير السجون. التقرير السنوي 17 لتقييم حالة حقوق الإنسان في مصر، هذا التقرير من 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024، قال في تقريره المجلس أن أبرز ما يميز هذه المرحلة التي يغطيها التقرير هو تسارع وتيرة وبروز مخرجات آلية الحوار الوطني، وأيضا ساهم في فتح العديد من الملفات وثيقة الصلة بالحقوق والحريات العامة. وفي آخر التقرير أوصى المجلس بالإسراع في تبني مخرجات الحوار الوطني وتوسيع دائرة الحوار لتشمل القوى المجتمعية الفاعلة سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي. طيب أحمد، أحيانا نتحدث أيضا عن واحد من المعتقلين، واحد زي نقيب أطباء البيطريين دكتور أحمد عماشة، اللي الراجل الحقيقة ده نقيب أطباء وراجل دكتور من الدكاترة المحترمين جدا وراجل يعني معروف. دكتور أحمد شوقي عماشة ده حضراتكم حاجة غريبة جدا، الراجل ده في 2017 في مارس راحوا اعتقلوه أخفوه قصرية، طلع بعد كده ما قعدش بره كام يوم، اعتقلوه تاني في 2020 وبقى له 4 سنين معتقل. يعني الراجل ده من 2017 معتقل. دكتور احمد ده حضراتكم نقيب الاطباء البتريين في محافظه دمياط، والراجل في الحقيقه بيتقال دلوقتي ان هو يعني اجلوا محاكمته ل 24 اكتوبر لاستكمال مرافعه الدفاع. طب ده نقيب اطباء، يا راجل نقيب اطباء 7 سنين معتقل ليه؟ حتى وجهه كده هو شايل حفيده كده ما شاء الله عليه. أو واحد من الحالات اللي احنا يعني حضراتكم نكلمكم عنها، وايضا اليوم جنايات القاهره بتنظر غدا ان شاء الله حبس عشرات المتهمين في 20 قضيه سياسيه. 20 قضيه سياسيه يا ساده، يعني حقيقه شيء محزن وشيء مؤسف. عدد القضايا السياسيه بالعشرات دول بقى مش جنايات، مش مخدرات ولا قتل ولا جنح ولا شيكات بدون رصيد، دول سياسيين تاخدوا من الدار للنار، اخفاء قسري وتعذيب وتخفيف قضايا. ليه؟ علشان دول ضد الوطن، علشان دول اصلا النظام شايفهم ان هم ناس سياسيين، يعني ناس محترمين، ناس بيحبوا بلدهم. طيب في يا جماعه موضوع مهم جدا في هذا الملف، ايضا الملف الحقوقي، يمكن انا حملت الدوله مسؤوليه ان يعلن مواطن مصري او مواطنه مصريه عن اضرابه عن الطعام. ده شيء في الدول المحترمه بيعملوا ايه؟ بيتوقفوا عند هذا الامر كثيرا ويذهبوا الى هذا الشخص ويتم رعايته طبيا. انت ليه مضرب عن الطعام؟ الكلام معاه، الحديث معاه، ايه رغبتك في الاضراب عن الطعام؟ بتضرب عن الطعام ليه؟ فالسبب معلن، وهي والده علاء عبد الفتاح. النهارده يا جماعه الحد، احنا اتكلمنا امبارح قلنا 14 يوم من الامانه علينا كاعلاميين وكشاشه نتابع هذه الأم الفاضلة الأستاذة ليلى سويف والدة الناشط المصري علاء عبد الفتاح، والتي أعلنت إضرابها الكامل عن الطعام. النهاردة بتكمل اليوم الـ15، امبارح كان 14 يوم، النهاردة لحد بتكمل اليوم الـ15 في إضرابها عن الطعام المفتوح. ليه مضربة عن الطعام؟ بتطالب بالإفراج عن نجلها علاء عبد الفتاح لأنه قد انتهت مدة محكوميته، ولكن السلطات المصرية تقابل هذا الإضراب وهذا الطلب بالإصرار على مدة حبس علاء عبد الفتاح. ورغم انتهاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي لعلاء عبد الفتاح، إلا أن علاء ما زال محبوسا. بنقوله بالنوه، بنفكركم أن علاء لسه محبوس رغم انتهاء المدة القانونية، وبنفكركم بمواطنة مصرية اسمها ليلى سويف مضربة كليا عن الطعام لليوم الـ15. فوجب التنويه ووجب التذكير، لأن دي روح وأمانة، روح محبوسة
وروح تانية بتضرب عن الطعام كليا من أجل الإفراج عن ابنه.